أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى وصيه وخليفته بلا فصل المنصوب يوم القدير، وعلى آله وأهل بيته عليهم السلام. بحثي حول تدوين الحديث في عصر الإمامين، الإمام الصادق والإمام الكاظم عليهما السلام، السيد الرئيس، السادة، السيدات، الحضور الكرام. كما تعلمون منعت السلطة الحاكمة المتقلبة بعد الرسول الأعظم من تدوين الحديث وكتابته، وأول المعارضين لهذا المنع هو أمير المؤمنين، كما لعله وكذلك بالنسبة إلى نفس السلطة، يعني هو رائد المعارضين. كتب أمير المؤمنين عدة كتب في الحديث على ما يروي لنا كتب الحديث. الأول صحيفة رسول الله، الموجودة على غلاف سيف أمير المؤمنين، ذكرها كتب العامة من البخاري وغيره وكتبنا، بس لزيغ الوقت لم أقدر على تعيين المكان. الثاني صحيفة الفرائض، كانت بإملاء رسول الله وخط علي عليه السلام. الثالث الجامعة، وهو هكذا بإملاء رسول الله وخط علي وفيها كل حلال وحرام. الرابع كتاب الجفر. الخامس مصحف فاطمة. السادس كتاب علي، والروايات المنقولة في كتبنا عن هذا الكتاب كثيرة جدا. قد التزم طريقة أمير المؤمنين أولاده الأئمة الطاهرين بنفس الطريقة في تدوين الحديث. وأما دور الإمام الصادق عليه السلام في تدوين الحديث، نبحث عن هذا الدور في جهات. الجهة الأولى، كما تعلمون أكثر رواياتنا في الفروع عن الإمامين الحمامين الباقر والصادق عليهم السلام، والسبب في ذلك أمران. الأول أن عمر بن عبد العزيز الذي يعد خامس الخلفاء الراشدين قد أذن بتدوين الحديث ونقله بعدما كان ممنوعا، فإنه وإن لم يوفق لما أراد من تدوين كتاب حديث بإشرافه وتحت رغابة من الذين عينهم، إلا أن هذا الترخيص صار سببا في أن لا يكون تدوين الحديث ونقله من المحرمات الشديدة كما كان قبل هذا الدور. وإن كانت رواسب الدور السابق ونهيهم عن تدوين الحديث واستناد النهي إلى النبي لا تزول بسرعة، هذا
مضافا أن خلافة الأمويين كانت متزلزلة في زمن عمر بن عبد العزيز، وما أراده من الإصلاح لم يزدهم إلا زعفا، ولم تتيسر لهم الرغابة الشديدة على تدوين الحديث ونقله، وذلك للإضطرابات السياسية التي حصلت واشتغالهم بأمر الدولة. الأمر الثاني، كثرة مراجعة الناس للإمامين الصادقين عليهما السلام، كما يدل على ذلك ما في ترجمة حسن بن علي الوشاء في كتاب الرجال النجاشي، حيث قال: قال الوشاء: لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، فإني أدركت في هذا المسجد، أي مسجد الكوفة، 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد. شوف، 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد. وذكر ابن عقد الزيدي في رجاله أن رواة أحاديث الإمام الصادق 4000، واستدرك عليه ابن نوح وهو أستاذ نجاشي ما فاته من رواة أحاديثه. ولا يختص الرواة عن الإمام الصادق بالشيعة فقط، فقد ورد في كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر الأسقلاني يروي عنه، أي عن الصادق عليه السلام، شعبة وسفيانان من أبناء العامة، شعبة وسفيانان عندهم سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي محدث فقيه، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري صوفي على لسان هذا اليوم عارف، والسفيانان ومالك وابن جريج وأبو حنيفة وابنه موسى ووحيب بن خالد والقطان وأبو عاصم وخلق كثير. هذه عبارة أسقلاني، وخلق كثير. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أقرانه، يعني هو في طبقة الإمام الصادق، ويروي عنه، ويزيد بن الهاد ومات قبله، يزيد بن الهاد مات قبل الإمام الصادق، ويروي عنه عليه السلام. الجهة الأخرى، سؤال: هل كان تلامذة الأئمة لا سيما الإمام الصادق يكتبون الحديث أو كانوا يعتمدون على الذاكرة فقط؟ وهل دونوا كتبا في ذلك العصر أو لا؟ تدل الشواهد على أنهم كانوا يكتبون الأحاديث ويدونون كتبا، كما تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان المروية في كتاب الكافي الشريف، وما ورد في معتبرة ابن بكير، ورد فيه: وفتح ألواهه ليكتب ما يقول.
رجال الكش. وفي صحيحة حماد بن عيسى قوله فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب هريز أحفظ كتاب كافي الشريف والتهذيب بل قد يصحح الإمام ما كتبوه الرواة كما ورد في ترجمة عبيد الله بن علي الحلبي وصف الكتاب المنسوب إلى الحلبي وعرضه على أبي عبد الله عليه السلام صححه وقال عند قراءته أترى لهؤلاء مثل هذا أترى لهؤلاء مخالفين مثل هذا الكتاب أكو موجود عندهم يعني لا رجال النجاشي وهناك شواهد أخرى تظهر بالمراجعة ولذا يقول شيخ نجم الدين المحقق الحلي شيخنا التبسي برخصتكم قال روى قال وكذا الحال بعد ما قال مقالته في شأن الإمام الباقر وأنا أختصر لم أذكر وكذا الحال في جعفر بن محمد فإنه انتشر عنه العلوم الجمة ما بحر به العقول حتى قلا فيه جماعة وأخرجوه إلى حد الألوهية وروى عنه من الرجال ما يقارب 4000 رجل وبرز بتعليمه من الفقهاء الأفاضل جم قفير كزرار وأخويه بكير وحمران وجميل بن دراج ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية والهشامين وأبي بصير وعبيد الله ومحمد وعمران الحلبيين وعبد الله بن سنان وأبي الصباح الكناني وغيرهم من أعيان الفضلاء وكتب من أجوبة مسائله 400 مصنف سماه أصولا 400 مصنف فقط من أجوبة مسائل الإمام الصادق ألا ما حكى لنا المحقق الحلي في كتاب المعتبر في شرح المختصر وقد طبع كتاب باسم الفقه الإمام جعفر الصادق للشيخ محمد جواد مقني رضوان الله تعالى عليه في 6 مجلدات وقد طبع موسوعة الإمام الصادق بقلم السيد محمد كاظم القزويني في 50 مجلد وطبع مسند الإمام الصادق بقلم الشيخ عزيز الله العطاردي في 20 مجلد الله يرحمهم وأما بالنسبة إلى الإمام الكاظم عليه السلام دور الإمام الكاظم في تدوين الحديث لقد عاش الإمام الكاظم على خلاف أبيه وجده في اقتدار وبطش الدولة العباسية هما في ضعف
دولة بني أمية وأوائل بني العباس، ولكن الإمام الكاظم في اقتدار وبطش الدولة العباسية، حيث آثر سلام الله عليه كلا من المنصور الدوانيقي الذي قام بتعذيب العلويين وإعدامهم وإعدام كل من يأويهم. وحديث خزانة المختصة بالرؤوس العلويين مشهور. أقرأ سيدنا أم لا حديث وقت انقضى؟ يلا بس ترجعون إلى تاريخ الطبري في نفس الموضوع. وحكى الطبري لنا قصة تلك الخزانة بأنه بعد وفاة المنصور جاء خلفه المهدي العباسي، أختصر بس، وافتتح هذه الخزانة مع زوجته، زوجته المسمى بريتا بنت أبي العباس، افتتح وتقدم إليها فيها. فلما انتهى المهدي، انتهى إلى المهدي موت المنصور وولى الخلافة، فتح الباب ومعه ريتا زوجته، فإذا أزج بيت كبير فيه جماعة من قتلى طالبيين وفي آذانهم رقاء فيها أنصابهم، وإذا فيهم أطفال ورجال شباب ومشايخ عدة كثيرة. فلما رأى ذلك المهدي ارطاء، أي أخاف، مهدي أخاف، لما رأى وأمر فحفرت لهم حفيرة فدفنوا فيها، وعمل عليهم دكان. هذا إمام كاظم وقع في أسر منصور الدوانيقي هذا الذي عمل هذا بعلويين. ومن بعده المهدي العباسي الذي كان يتبع طريقة المنصور، وكان له عناية خاصة بالوزائين، وزائين للحديث، وكان يؤتي الشعراء أموالا لحجاء العلويين. ثم من بعده الهادي العباسي، وقد شدد على العلويين تشييدا عظيما كما هو مذكور في كتب التاريخ. ثم من بعده هارون، وهو أيضا كسائر العباسيين كان شديدا على العلويين. ولم يكن حضور الإمام موسى بن جعفر الكاظم في أيدي الناس في زمان هؤلاء مدة طويلة، ومع ذلك كان الرواة عن موسى بن جعفر عليه السلام كثيرين. وقد طبع مسند الإمام الكاظم في 3 مجلدات بقلم الشيخ العطاردي، وموسوعة الإمام الكاظم في 8 مجلدات للسيد محمد الحسيني الغزويني المعاصر، وفقه الإمام موسى بن جعفر
في 5 مجلدات للسيد محمد علي الخادمي الصدر المعاصر. وأما دور أصحاب الإمامين فقاموا أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليه السلام عليهما السلام، فقاموا رغم الصعوبات والمزايقات بجمع كتب الحديث وتخليدها ونشرها وبثها، مقتدين في ذلك بأهل البيت، فبقيت كنوز الحديث الشريف عندهم مذخورة محفوظة بنصوصها المنقولة بالمباشرة عن الرسول وآله من دون أن يعروها أدنى ضعف في اللفظ أو تغيير في المبنى والمعنى. واستمروا على هذا المنوال متبعين سنة الرسول والأئمة من آله، حتى كان الحديث المصدر المعتمد للعقيدة والشريعة عندنا لكونه وحيا وإن لم يكن معجزا. وأما المانعون الذين منعوا من كتابة الحديث وتدوينه، وأما المانعون فإنهم بعمليات العبادة والتحريف والتمزيق والإماسة في الماء قد خسروا الآلاف من أحاديث الرسول، فلجأوا إلى اعتماد الآراء والاجتهادات التي تتبع الأهواء والرغبات. ومن هنا كان الابتداء والاختلاق في الشريعة وأحكامها لفقدان النصوص عندهم، ولأن المنافقين عبثوا في المتبقى من الحديث الشريف بالتحريف والتقطيع والوازع للمعارضات للتشويه على الأحاديث المتبقات وعدم إمكان الاستفادة منها، بينما أصحاب الأئمة بتبع من الأئمة أهل بيت الأطهار لم يعلوا جهدا في كتابة الحديث وصيانته حتى يبقى الدين ببقائه ويستمر نوره مشعا متألفا بإشعائه. وكانت ثمرة جهودهم هذه الذخائر العظيمة من التراث الحديث عندنا، ولله الحمد وله الشكر ومنه التوفيق. وأشكر من جميع السادة الحضار ومن المتولي الشرعي للأتبة العباسية المقدسة سماحة السيد الصافي، ومن صديقي القائب في هذا اليوم وهو حليف الفراش في المستشفى الشيخ عمار الهلالي، ندعو جميعا معه بالشفاء معكم بالشفاء والعافية إن شاء الله، ولجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات ومن كل الجهات المعنية بهذا المؤتمر الشريف. أشكركم لحسن الضيافة والمتابعة. أحسن. والسلام عليكم ورحمة الله. أحسن، جزاك الله خير شيخنا الجليل. إذا كان ثمة سؤال أعزائي، إذا كانت أسئلة ضرورية وملحة وبإيجاز شديد جزاكم الله خيرا. هل ثمة سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد هشام البطاط من مدرسة الشريف الرضيف في مدينة الكاظمية.
سؤالي للشيخ. أهلا وسهلا بك سيدي. حياك الله. كتاب الأربعمائة وهو مصنف لأصحاب الإمام، روي أن الكتاب في زمن أمير المؤمنين، وأكو رواية ثانية في زمن الإمام الباقر والصادق، أيهما أصح؟ أصول أربعمائة دفن في زمن الصادقين عليهم السلام، والمذكور حديث أربعمائة، حديث المذكور رواه الشيخ الصدوق في آخر كتاب الخصال هو من أمير المؤمنين عليه السلام. فرق بينهما، حديث أربعمائة غير أصول أربعمائة. أصول الأربعمائة مدون في زمن الصادقين عليهم السلام. سؤال، إذا كانت بعض الآراء الفقهية تطرح على الإمام الصادق كما ذكرتم في محاضرتكم الغراء، وكان البعض من صحابة الإمام يراجعون هذه الروايات، فما بال بعض الروايات التي نقرأها هناك تفاوت في الرأي حسب ما فهمت على رأي المتواضع، اختلاف في رأي الإمام الصادق عليه الصلوات في مثل نجاسة ماء البئر، فما لبال هذه الروايات ولما هذا التفاوت في رأي الإمام بين الفينة والأخرى؟ والسلام عليكم ورحمة الله. هناك فرق بين المصطلحين. الرأي اليوم غير الرأي في أسر الصادقين عليهم السلام. الرأي الآن عندنا يعني الفتوى، المجتهد يستنبط ويقوم بعملية الاجتهاد والاستنباط وأصدر الفتوى، ونحن نقول هذا رأي فلان، أي اجتهاد فلان على طريقة الاستنباط الشرعي. ولكن الرأي في أسر الصادقين يعني القياس، يعني عدم التوجه والتذكر وعدم الالتزام بالنصوص الشرعية. ولذا نقول أصحاب الرأي بالنسبة إلى أبو حنيفة ومن يتبعه أنهم أصحاب الرأي، يعني هم يرفضون النصوص ويتخذون الآراء الفقهية من قبل أنفسهم. ولذا مشهور أبو حنيفة رد على رسول الله في عدة من الأحاديث. هذا مصطلح الرأي في ذاك العصر، وأما هذا مصطلح الرأي غير ذلك المصطلح. رأي عندنا هو اجتهاد المجتهد على طبق الضوابط الشرعية وعلى وفق استنباط الشرعي المجاز في إطار الروايات وما وصل إلينا من طريقة الاستنباط من ناحية الأئمة الطاهرين عليهم السلام. وهذا بس هذان مصطلحان لابد من الفرق بينهما.